حديث الصورة مواطن يوثق لحظة عبور الجرم المضي على مهمال رجال المعارك، حيث وثق مواطن بالصورة الجرم المضيء والذي شهدته تهامة منطقة عسير، وقال عدد من المواطنين في محايل أنه عبر المحافظة محدثا ضوءا وصوتا قويا باتجاه الجنوب، وهذا من عجيب خلق الله أن يطلعنا على ما في الكون من حولنا. جميل. مستمرين أيضا، وهناك صورة أخرى، لوحة إرشادية متهالكة بالشرائع وتحذيرات من خطورتها على مستخدمي الطريق. طبعا وثق مواطن بحي الشرائع في مكة لوحة إرشادية متهالكة، يعني تالفة أيضا بالقرب من حد الحرم من كبر الشرائع الجديد، ما يشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق، لا سيما عند تعرضها لنشاط الرياح وسقوطها مما يزيد الخطر. كذلك أيضا السيارات المرتفعة، سيارات النقل، الشاحنات وكذا، يعني ربما يكون فيها كثير من الخطورة. تمام، إن شاء الله من نفس الشركة المسؤولة عن الموضوع هذا. طيب نشوف المشاهدين الكرام مع بعض الآن مشاركاتكم.